مساء الخير. لطالما كان عمر الشريف حديث الصحافة العالمية التي كانت ولا تزال تصفه بأسطورة هوليوود، إلا أن الشريف شاء أن يجعل من نفسه مهزلة حقيقية مقللا من قيمته ليكون اليوم حديث الناس والصحافة بفعلته، وذلك بعد تسرب فيديو يظهر فيه عمر الشريف غاضبا على صحفية أرادت أن تلتقط معه صورة على السجادة الحمراء في مهرجان الدوحة السينمائي، فقام بصفعها والصراخ في وجهها وتوبيخها من دون مبرر ليعود ويعتذر عن ذلك. وإليكم التفاصيل. حبيبتي بقول لك مش هتسوق هجيبك بعد كده، استنوا دقيقة لسه قايلها وانت واقفة هنا اهو. انا سوري. ما تحطي حاجة في مخك شوية. اتفضل خلاص، بس دول عايزين يعملوا صورة لوحدك. انا متأسفة. اتفضل. مين اللي بيصورك يعني؟ والله ما